مشاهدينا الكرام، كنرحب بكم في حلقة جديدة. المغرب كيعاني من توالي سنوات ديال الجفاف وقلة التساقطات المطرية، واللي غادي تزاد من طبيعة الحال مع التغيرات المناخية. ولهذا المغرب بدأ في التخطيط منذ مدة لمواجهة مشكل الجفاف وقلة الموارد المائية، وذلك من خلال بناء السدود وكذلك بناء محطات ديال تحلية مياه البحر. متابعينا الكرام، المغرب بنى أول محطة لتحلية مياه البحر عام 1976 بطرفايا، بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 70 متر مكعب في اليوم. بعدها جات محطات بمدن أخرى بحال أكادير وبجدور، والمغرب وضع برنامج وطني لتوفير المياه لأغراض الشرب والري لفترة ما بين 2020 و2027 باستثمارات غادي توصل لحوالي 115 مليار درهم، أي حوالي 12 مليار دولار أمريكي. والرقم بحال اللي كتسمعوا متابعينا ضخم جدا، وهذا كيبين الأهمية ديال القطاع بالنسبة للدولة. ومؤخرا وزير التجهيز والنقل نزار بركة قال أن المغرب عنده إمكانيات كبيرة لتحلية المياه بتكلفة رخيصة بزاف، وأعلن على خبر مهم بزاف وغادي يطور المغرب ويحميه من الجفاف مستقبلا، وهو أن المغرب بغي يبني 20 محطة لتحلية مياه البحر. وزاد أكد الوزير نزار بركة أن الاستراتيجية الحالية للوزارة ديال التجهيز والماء هي التركيز على مشاريع تحلية المياه، خاصة وأن المغرب عنده 2 واجهات بحرية بشريط ساحلي كيوصل ل 3500 كيلومتر. والأمر الثاني هو توظيف الطاقات المتجددة بحال حقول الرياح والمحطات ديال الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر بتكلفة طبعا رخيصة. وهنا في كتجلى نقطة القوة ديال هاد المشاريع، وهي انخفاض التكلفة. وأغلب المدن الساحلية غادي تبدأ فيها المشاريع ديال استعمال تحلية المياه، بحال المشروع ديال الدار البيضاء اللي بداو فيه تشييد أكبر محطة لتحلية مياه البحر بإفريقيا، بطاقة تصل إلى حوالي 300 مليون متر مكعب سنويا. والمحطة ديال أكادير اللي انطلقت الأشغال بها هذه 4 سنين، وغادي تبدأ في العمل في بداية 2022، أي في هذه السنة. وكتبلغ سعة محطة التحلية بشتوكا أيتباها في المرحلة الأولى 275 ألف متر مكعب في اليوم، منها 150 ألف متر مكعب موجهة للمياه الصالحة للشرب، ويمكن 1,600,000 نسمة من الحصول على المياه في جهة أكادير طبعا عن طريق هذه المحطة. وكتوقع الوزارة من خلال هذه المحطة زراعة 15 ألف هكتار بداية عام 2022 بمنطقة شتوكا أيتباها. وسيتم الشروع أيضا في تحلية المياه بمدينتي أسفي والناظور في أفق 2025. وغادي تساعد هذه السياسة ديال تحلية المياه البحر في التخفيف من الضغط على الفرشات المائية اللي ولات في هذه السنوات كتتعرض للاستنزاف. وبالإضافة على هذه المحطات ديال تحلية مياه البحر، غادي يبني المغرب 120 سدا تليا، وغادي يبدأ من هذه السنة، ومن المتوقع الانتهاء في سنة 2024، أي بعد سنتين. والسدود التالية متابعينا الكرام عندها أهمية كبيرة، أولا في مواجهة إشكاليات الفيضانات، وثانيا في توفير الماء للماشية وتغذية الفرشة المائية بكيفية اصطناعية. إذا عجبكم محتوى الفيديو مشاهدينا الكرام، بغيتكم توصلوه إلى 1000 لايك، وكذلك مشاهدينا الكرام اشتركوا معنا في القناة لكي يصلكم الجديد. إلى فرصة قادمة، دمتم أوفياء لقناتكم مجتمع المعرفة، وإلى اللقاء.